هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرها تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرها تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة. ايش فيك يا خايف؟ لا لا لا، خايف ولا شيء. اذا كنت خايف اغدر فيك. افا انا وبعدني يا سليمان، اصلا لو ما ثقتي فيك كنت ما نفذت العمليه. يا ريتك ما نفذت. خير يا سليمان؟ ما نفذت ليش؟ انا قصرنا معك شيء، ناصر وحطمنا، ولا بغيت اسلم؟ انت ما قصرت بشيء، بس الاجاويد اولهم ابوي وبفجرنا، اخذتهم نخوه الشهامه والتراحم الى اخره الى اخره الى اخره. ايش اقول لك بس يا بدر؟ ايش اقول لك؟ تصور، تصور انهم اعطوه فلوس اكثر من اللي خسرهم. لا، وفوق هذا كله صار مقرب عندهم كلهم. لا، وزيدك من شعب بيت الاخ ناصر جالس يجهز نفسه حتى يطول مزرعته ويدخل فيها مشروع الري بالتنقيط. يعني كل اللي كنت اسعى له فشلت تحقيقه. اسمعني يا سليمان، اذا بغيت تفشل زواج ناصر من اختك تعاملني معنا. انت جيب لي فلوس وخذ مصاري ومشاكل فوق راس ناصر وغير ناصر.
أخ بدر اسمعني زين، خذ فلوسك بس ما أريد أشوف وجهك مرة ثانية ولا أريد أي إنسان يعرف أنك تعرفني، فهمت؟ عفا يا سليمان عفا، ما هجيتك؟ أنا عندي خزنة من المشاكل والمصايب وبعدني ما طلعت منهن إلا تخويف بسيط بس لناصر. العموم اسمعني يا حبيبي يا سليمان، أصلا أنت ما تقدر تستغنى عني أبدا. مصايبك سخيفة وتافهة وما تجيب نتائج يا أخ بدر، عن إذنك. الحمد لله على السلامة يا خالة. الله يسلمك يا شهد يا عبدالله، يسلمك. عيب هالوالدي خليك. الطبيب سمح بزيارتك لكن خلي بالك لا ترهق نفسك كثير. يلا إن شاء الله يلا. سلامتك. لحظة لو سمحتوا. ليش لحظة لو سمحتوا؟ ما الدكتور سمح لنا بزيارتها. عارفة لكن أرجوكم لا تطولوا عندها لأن صحتها ما تتحمل، وأرجوكم لا تكلموا معها كثير ولا تكلموها كلام يضايقها لأن أثر عليها مباشرة. ولا همش يا أختي، إن شاء الله إحنا ما بنطول عندها، عارفين حالتها سيئة. طيب إذا كان كذا تفضلوا. أحسنت أحسنت. خلاص شوف بسم الله بسم الله. أنا جيت عندك بعد تفكير جدا عميق يا أخ سيف، وأنا بصراحة شايف أن المسألة أكثر من كون واحد يكره ناصر، وأكثر ظني أنها مسألة فساد ممتد على أكثر من شخص. أخ مبارك اسمح لي أقول لك أنك معتمد في تفسيرك لسالفة ناصر بمجرد إحساسك أن فلان أو فلان سلوكه ما زين، وإحنا بصراحة يا أخ مبارك ما نقدر نتهم الناس بمجرد الظن. لهذا السبب أنا حبيت أستشيرك قبل لا أتصرف أي تصرف خاطئ، وأنت تعرف ظروف ناصر وعلاقته بالناس أكثر مني، وتعرف الشباب اللي ممكن يكونوا حاقدين عليه. أفهم من كلامك أنك لاحظت في حد من الشباب شيء معين وبالتالي تشك فيه. أفهمني تشك بالضبط يا أخوي مبارك؟ صعب أحدد شخص معين الحين، لكن أنا لاحظت شيء. لاحظت ان سليمان زعلان من زواج ناصر من اخته. سليمان؟ وايش دخل سليمان في العرصه؟ وبعدين الناس اللي باعوا واشتروا ما يعرفوا ناصر، ولا حتى ناصر عمره تعامل معاهم. وهذا اللي محيرني انا لحد الحين. بس سبق لخليفه واشتكى لي من موقف لام ناصر. خليفه؟ اي نعم، خليفه.
خليفة كان حاط عينه على فاطمة أخت ناصر. الكلام هذا طبعا مثل ما يقوله كان كلام حريم. أم ناصر راحت لصالحة واجهتها بجفاف وقالت لها كلام كثير. قالت بما معناه أن خليفة هذا غير جدير بأن يتزوج فاطمة بنته، وأن خليفة ما يقدر يعتمد حتى على نفسه. زين الأخ سيف، أنت بحكم خبرتك في السوق تعتقد أن واحد مثل خليفة يقدر يعمل لعبة العرصة هذه، يرفع وينزل في السعر على كيفه؟ أكيد لا، لأن لعبة السوق هذه أكبر من عقل خليفة. بس أنا متأكد أنه في حد متعمد في السالفة كلها، وبالتالي إحنا ما نقدر نتهم خليفة، لأن إذا اتهمناه بنظلمه. وأنت تعرف أن صالحة مريضة، الله يشفيها ويرجع لها سلامتها إن شاء الله. إذا عرفت أن خليفة متهم بضرر ناصر بيصير شيء مازي، وهي عاد المسكينة اللي فيها كافيها. أما بالنسبة لسليمان، إحنا ما نقدر نتهم سليمان لأننا عارفين أنه ما داخل في السالفة. على أي حال إحنا نتابع هذا الموضوع ونعتبره فرضية، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، وما نقدر نتأكد إلا إذا حاولنا نعرف الحقيقة ونتابعها. كلامك صحيح يا مبارك، وفي هذه الحالة لازم ندخل العم عبد الله في هذه الشكوك وهذه الظنون. قولي لي يا نخلة، قولي لي، ما عندش خبر؟ ما حد خبرش عن خليفي؟ ولدي خليفي رهن البيت، رهن البيت ورهن مع البيت روحي، رهن روحي مع البيت، وضيع الفلوس خلاص ضاعت، ولا بيسة بقى منهم، وما بقى غير ننتظر نرد الرهن ونشل شلونا ونشتل من البيت. بس عاد هين نروح؟ ما أعرف هين درب نمشي فيها، ما أعرف. انتي تعرفي هين نروح؟ قولي لي، قولي لي هين نروح، هين نعبد عمارنا هين. أنا عندي رجول وبمشي، بمشي أدور لي على درب عق عمري فيها. بس أنتي ما عندك رجول، بظلي مكانش وبيجي راح البيت الجديد وبيقلعش من ساسش وبيبني مكانش حق رعاد ولا بطبخ. يا ريت انا نوبة ما عندي رجول عشان اظل مكانيني متمسكة بالارض مرتزة في الارض. اموت اموت قبل لا يطلعوني من العوش، اموت. يقولوا لي قلبي ضعيف، انتي عندش قلب؟ ها عندش قلب؟ سامحيني، بيكون ما عندش قلب، بيكون ما عندي قلب ويبكي على ولدنا اللي ضيع الفلوس برهن البيت، رهن البيت وضيع الفلوس ضيع. انت ايش تبغى من عندي؟ قلت لك ألف مرة لا تتصل بي في البيت. أما أمر غريب أنت. كيف أنت ما تعرف أنك لازم تعطيني فلوس؟ فلوس؟ إيش فلوس؟ يا السلام. والله أنك ضحكت، أنا ما باقي أضحك بس ضحكت. أي فلوس؟ الفلوس اللي اتفقنا عليها يا حلو. أنا عطيت المبلغ بالكامل لبدر. بدر، بس بدر ما عطاني شيء. وانا ايش يخصني؟ هذا شيء تتفاهموا فيه انت وبدر. وانت ليش تعطي بدر من اصله؟ ليش؟ هذا اذا دخلت البيسه في جيبه ما تطلع منها ابدا. اسمعني زين يا خليفه، انا هذه الامور ما لي خص فيها، واوعى تتصل فيني مره ثانيه لان انتم ما لكم شيء عندي.
أرجوك يا أخويا سليمان، أرجوك تقدر الظروف. حالتي صعبة وحالة الوالدة صعبة مثل ما تعرف. كيف أنت ما تعرف إيش اللي صار لي ولا كيف؟ أعرف، بس أنا إيش أسوي لك؟ بدر، بدر. طيب يا بدر، يصير خير. خذ هذه 5 ريالات، ما عندي غيرهم، وأرجوك أريد أمشي بسرعة وما أريد حد يشوفنا مع بعض، فهمت؟ ليش يا أخوي سليمان؟ إحنا أخوة وأصدقاء، إذا كانت على فلوس خذها. يا خليفة فهمني، أنا خايف ترى، ما شوية إذا حد عرف إن أنا كنت السبب في خسارة ناصر. أنت ما مهم عندك، لكن أنا لي مقامي بين الناس. كيف يعني؟ يعني أنا مالي مقام مثلك؟ يا خليفة أنا ما قصدت هذا الكلام. الله يسامحك يا سليمان. خليفة أنت وين رايح؟ بروح أدور على بدور النذل وأخذ حقي من عنده. عن إذنك. توظيف يعلن خلفان للعموم عن حاجة العرصة إلى خراد يجيد لخراده، وعلى المتقدم للعمل أن تتوفر فيه شروط تالية: أولاً أن يكون عماني الجنسية، ثانياً أن لا يزيد عمره عن 30 سنة. بعد لا يزيد عمره عن 30 سنة، الظاهر هذا ما يريد شياب. أكيد أكيد. اسكت اسكت، خلنا نكمل الإعلان. ثالثا أن يجيد اللباقة واللياقة والرشاقة في التعامل مع الناس. حاشا، هذا عاد ما خراج ذي، هذا عاد الرياضة ذي. رابعا أن يعرف من الحساب الجمع والطرح والتقسيم. إيه ترى يشتغل محاسب. شوف 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 معاي، تعال كاتب اولا بالنون بدل عن التنوين، وبعد ثانيا وثالثا ورابعا. الظاهر ان خلفان يريد يفتح مكتب للخرادين. اشوفه ويكون هو مدير عام للخرادين. شوف شوف بعد كاتب ملاحظه العمل ميداني والمراجعة في نفس الموقع، وبعد موقع خلفان. ابو نقع خلفان. أكيد أنت خلفان. أبو ما عاد منكم الإعلان ذا، وأبو قيشكم أنتو، ها؟ ما عيب عليكم، ما عيب عليكم تضحكوا على واحد يريد يوفر لكم عمل شريف؟ الله أكبر. الله أكبر. بس أنت علي خد، قبل لا تضحكوا قولوا لي هنا أنتو إيش تشتغلوا؟ ولا كل واحد منكم قال سلي على حيلة أبوه ولا ما يصرفوا عليه؟ خير خلفان؟ ها شيف؟ ما لهم الشباب؟ وحدي ما عفهم ولا حلان؟ جالسين يضحكوا ويطنزعون على الإعلان؟ خير شباب مو هنا؟ شو عندك؟ شوف شوف شوف، مو كاتب؟ كاتب كيف كاتب؟ مو كاتب، إعلان توظيف ما فيها شيء يا أخي ولا عيب. وبعدين هذه شغلة خرادة شغلة شريفة، يعني مثل الصراف. وبعدين إذا واحد باغي يشتغل يشتغل حياه الله، يطلع على الأقل رزق يومه، هذه ما فيها شيء يا أخوي. نعم
تبغانا انا اشتغل في السوق خراد؟ ابوي ها لا تشتغل اخوي خلفان بيكون باغي يشتغل خبير لك؟ هذا بيكون باغي يشتغل متشكى عليك ابو مالك انت كذاك؟ انا ابوي يوم ما لقيت لي واحد كماكم من هالبلد يبغى يشتغل هذه الشغله قبت لي وافد اجنبي احسن، لكن للاسف لخبط لي الدنيا كلها. وان مو عادي لخبط لك الدنيا، اشوف الناس كلهم ماتين وافدين وماشيين زين والحمد لله. خلفان سار عنك شوي يعني. اهي شي توقيك تو سليمان وخليفة. خليفة كيف حال والدتك اليوم؟ طبعا المكينة جاهزة والمزرعة أصبحت جاهزة للزراعة الحمد لله. أما بالنسبة للري نعم فبإمكانك أنك تضخ الماي من الفلك في الوقت المخصص ليه. نعم وبهذه الحالة ما بتكون خليت وقت غيرك من ري مزروعات من الفلك. اها وخذيت الكمية الكافية من الماء ان شاء الله. يا والله يا ولدي الله يغنينا، نحن ما من عادتنا ناخذ حق غيرنا. صدق هالوالدة صدق هالوالدة. بارك الله فيك يا خالد الناصر. يلا الحين نطلع برا عاد. يلا توكلنا على الله. يلا. ومثل ما انتم شايفين الماكينة تضخ الماء من الفلك الين الحوض. نعم عن طريق البيب. صحيح. والحوض الحين ما شاء الله مليان. اها شايفين كيف؟ نعم وجاهز للسقاية. اها يلا الحين نكمل. يلا توكلنا على الله. يلا. وعن طريق هذا الولف نعم ينزل الماء من الحوض ويمشي في الساقية. اها لسقي بعض الأشجار الكبيرة. ما شاء الله. شايفين؟ نعم نعم نعم. أما بالنسبة للخضر والري بالتنقيط اها فخليني أراويكم. يلا. لكن خلونا نسكر قبل الولفين. يلا تفضل. يلا توكلنا على الله. وعن طريق هذا الولف يتم تزويد هوزات التنقيط بالماء. ما شاء الله يا ريت يا مهندس مبارك لو اننا من زمان مفكرين نسوي كذا. الارض جاي علايه الفلك وسقاها واجد تعب. ايوه الماكينه يا خالتي ام ناصر بتخفف هذه المسائل في السقاي وفي الزراعه. صحيح. وبتسحب الماء من الفلك الى الحوض. صحيح صحيح الحمد لله يا ولدي على كل حال الحمد لله. الحمد لله. تو انت جاي لحقني على كم من بيسه؟ اصلا يا خليفه يا اخوي انا ما شفتك من ذيك اليوم وانت التهيت مرض الوالده وانا صرفت لك حقي حقي يا بدر. فعليك يا خليفه فعليك. ما بيننا فلوس فلوسي فلوسك وفلوسك فلوسي. فعليك بس يا خليفه نذل خبيث من يوم ما راحت فلوسي نسيت الصداقه والعشر والصحبه اللي بيني وبينك طول العمر. لكن انا اعرف اراويك واعرف كيف اخذ حقي منك يا خسيس. قويك مبارك. الله يقويك. طبعا عند مسقط نقطه الماي تقدر تزرع القوره. نعم اي قوره تبغى تزرعها
قورة ليمون، قورة طماط، أي قورة ببالك بتزرعها زرعها عند هنا. ما شاء الله. نعم نعم نعم. شوفوا كيف كم من الماء توفر، وبنفس كمية الماء اللي مخصصي لك إياها من الفلج تقدر تزرع وتسقي ضعف هذه المساحة. كلها للدنيا، كلها للدنيا. ما شاء الله. ناصر. نعم. قوم الحين من الماء. يلا يلا بسرعة بسرعة قوم. إن شاء الله. ما الله يخليك ويبقيك وينصرك يا ولدي. شوف كيف التعليم يا ولدي يعلم الإنسان بالخير. والماء يبندنا. زين سويت، زين سويت يا ولدي. ناصر. نعم. بعدني أبا أشور عليك شور لما تبغى. تفضل مبارك. ما دام أنه الحمد لله مزرعتك أنت جهزتها بالتنقيط بالري. الحمد لله. ليش ما تزرع تحت غطاء النبات؟ كينو غطاء النبات؟ هذا يا أخويا ناصر غطاء يبيعوه في السوق، وموجود في المحلات الزراعية بكثرة، وموجود رولات ممكن تشتريه يعني وتستفيد منه. لا حولة ولا قوة لا بالله العلي العظيم. بعد بني هاي مشتملتين. خير إن شاء الله خلفان، مو هناك من ذا. صدقني يا شيف. خير. إني أنا باقي مستعجب ومستغرب من شباب هذه الأيام. مو مستعجب منه بالله عليك. اسمع أنت عاوي، مو مستعجب منه؟ ما تشوف هذا الإعلان بو قدامك؟ كنت مسوينه من فترة علشان أبغالي ألقى واحد من أهل هذا البلد يشتغل لي شغلة الخراج، والكل ما راضي يشتغلها. بسيطة يا خلفان، بسيطة. مصير الواحد منهم يدور على هذه الشغلة وما يلقاها يا خلفان. يا خلفان ترى شغلة الدلالة والخرادة وهذه الشغلات البسيطة هذه الأيام كثير من الناس استعروا منها يا أخوي. الحمد لله على كل حال يا أخوي يا سيف. وإحنا يا أخوي ما لازم نترك هذه الشغلة البسيطة للغير، لازم نعمل مثل ما كانوا يعملوا آبائنا وأجدادنا في السابق. كلامك صحيح. نعم. كانوا يأكل رزقهم من عرق جبينهم. يا أخوي يا خلفان لا تيأس وخلي الإعلان معلق مكانه. لكن أقول لك أنا جاهلك وكنت باغنك في سالفة. تفضل يا أخوي تفضل. تتذكر العرصة هذيك اللي ناصر خسر فيها كل شيء وراح فيها؟ هي يا سيف، وهي هذه بالله عليك سالفة تنتسي. زين، خليفة وقت المزابنة كان موجود في العرصة؟ خليفة؟ هي نعم، هي نعم موجود. زين، أنت لاحظت أن خليفة له طرف في اللعبة اللي صارت؟ والله هذا يا سيف ما خطر على بالي، لكن خليفة شارك التجار في المزابنة، واللي أنا أعرفه أن خليفة لا هو بياع ولا شراي. لا بياع ولا شراي. زين سيف، بس أنت حموت تسأل؟ لا ما شيء، بس أبغى أسألك، العم عبد الله قل عرصة اليوم ولا ما قل؟ الله يهديك بس يا سيف، تراهم الناس توهم بعدهم، يمكن تواجي. زين، إذا جاء ولقيته قل له سيف انتظرك في المكتب. وعلى كل حال يا جماعة، غطاء النبات أو اللحاف مهمته في الزراعة إنه يحمي النبتة من وصول الحشرات إليها وهي صغيرة، حتى تسلم من الأمراض، وخصوصا الذبابة البيضاء. هذه الذبابة يا جماعة معروفة كثير لأنها تسبب أمراض إصفرار وتآكل أوراق النبات، وخاصة للطماطم. أيوة أيوة عارفة هذا المرض، نحن نسميه مرض البياض، بياض الطماطم. أيوة، يرحم الله والديك. بالضبط. شوف كيف عادته، الحشرة نفسها ما منها أي ضرر، الضرر جاي إن هذه الحشرة تنقل الفيروس، هذا المخلوق اللي ما تشوف العين يسبب مرض البياض. شايف كيف؟ وأخطر مرحلة هي المرحلة الأولى من زراعة الخضرة ومدتها شهر. صدقك والله، لأن القورة تكون كما الطفل الصغير ما تتحمل المرض. كفو عليك يا ناصر، كذاك صح. لازم ينحط الغطاء في أول شهر ألين يشتد ويتقوى عود النبتة، وبعدين لازم ينشال الغطاء. ها، وحال مو يشله؟ لأن في هذه الفترة النبتة تحتاج للتلقيح. مهمة الغطاء يا ناصر أنه يوفر رش الخضرة بالمبيدات الحشرية ضد الأمراض في أول شهر، ويكون أسلم للنباتات. يعني يا مبارك، قيمة الغطاء هذه تطلع فرقية توفير الرش؟ أيوة، بارك الله فيك يا ناصر. وهذه صراحة نتيجة مضمونة بإذن الله. حاجة بغاوي.
يلا اني تعبانة هالكامة. يلا مت ابويا مت من الحر مت داخل من الحر تلكت. يلا تعبانة ما طاقة عمر البر. علامك يا ولدي علامك كذا جالس مهنهن الى متى بتجلس كذا جالس في الحوش؟ شيل عمرك يا ولدي لا تجلس متقنبع مكان واحد. يلا وذا المكيف نوبة ما ضاع الا اليوم. حاجتنا عليه ذا المكيف. نعم حاجتنا عليه. أنا رحت حال المصلح بس ما حصلته. قالت لي ما حصلته ما حصلته. بس سير له مرة ثانية راودة بيكون بتحصل هذه الخطرة. سير أبوي سير. بسير له بشوفه برجع له مرة ثانية. وين سمع برجع له. سير له يا ولدي سير له. قول له قول له أمي مريضة بالقلب ما طايقة الحر بتموت من الحر. نعم أي يمكن يمكن يبدينا قبل غيرنا ويجي يصلح لنا. يا سير أبوي سير. بقول له بخبره بشوف. تمام يا رسول الله أول بخبره وجالس مكانه. قوم شل عمرك قوم سير له راوده. يلا 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 مو ذي الحالة إن شاء الله. بسير بشوف يا أبوي خدامك الرحمن سير. يلا 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 ارحمنا برحمتك يا رحم الراحمين. يلا يلا بهبوبه شويه تب علينا هوا شويه. يلا 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 حذر من اللي تفعله واجعل امورك في الوسط وشاور ضميرك واسأله وفوق الحروف حط النقاط. لا تسلم امرك للغريب لا تمشي دربك بالغلط لا تمشي دربك بالغلط لا تمشي دربك بالغلط لا تمشي دربك بالغلط. حلو. السلام عليكم. كيف حالك خالتي؟ سليمان موجود؟ ما موجود. طيب خالتي ما تعرفين وين راح؟ ما تعرفين. طيب شكرا مع السلامة. واجعل أمورك في الوسط وشاور ضميرك واسأله وفوق الحروف حط النقاط.
الحقيقة يا عمي أنا كان في بالي موضوع لكن قلت أجل الوقت المناسب. خير يا ولدي؟ كل الخير يا عمي. بصراحة يا عمي أنا قررت أروح أخطب زيانة أخت ناصر. على بركة الله يا ولدي. عاد قلت عمي أولى بهذا الموضوع. بصراحة يا عمي أنا أريدك تروح تخطب لي إياها. ولا يهمك يا ولدي، أبشر أبشر بالخير. هذا يوم الهنا يوم المنى، هذا اليوم اللي أترجاه من زمان يا ولدي. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. نعم بدر موجود؟ أما أنا اليوم شفت العجب من خليفة وبدر. خير إن شاء الله. خليفة زعلان من بدر، وبدر يدعي إن خليفة بغى يدين منه مبلغ من المال. والأدهى من هذا كله إن خليفة نزل من سيارة سليمان وراح لبدر في المقهى. إذا كان صحيح إن خليفة يدين فلوس من بدر، إذا سليمان ما له علاقة بسالفة العصا. ليش؟ ناخذها بالعقل. لو كان سليمان يله علاقة بتدمير ناصر كون المستفيد. مستفيد بإيش؟ بفلوسه يعني؟ مستفيد يا أخوي يا سيف بإبعاد ناصر عن أخته أصيلة، يخليه ما يقدر يتزوج لأنه ما عنده مصاريف الزواج. معقولة؟ وهذا يؤكد الشكوك، يؤكد الشكوك بوجود علاقة بين سليمان وخليفة وبدر، وعلاقة عمل بعد. عمل؟ اي نعم، علاقة عمل. والله ما بعيدة، بس كيف ممكن نتأكد؟ يا أخوي مبارك المثل يقول إذا تقاتل اللصوص تبين السرقات. يعني إذا قدرنا نعمل عداوة بين بدر وخليفة، بالتالي كل واحد منهم يفضح الثاني ويطلع مساوئه. أظني فكرة معقولة. وفي نفس الوقت لازم نخبر الوالد عبد الله بخصوص الموضوع، لا ونخليه حافظ على السر. بخصوص سليمان يعني؟ هي نعم بخصوص سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. خليفة، هي هذا اللي مصلح ابو سعد جيبه؟ ما حصلت ما لقيت. كيف ما حصلته؟ بعيد الشر، يعني ما شفت سماي الكلى غير مصلح مكيفات واحد. ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ دورت في كل مكان، في السفاله، العلايه، في المدرسه، في كل مكان، حصلتهم كلهم مشغولين. ايش اسوي؟ تعبت. لكن ما يهمك، باكر ان شاء الله. اسمعني يا سليمان، انا واجبي اتجاهك اديته، ربيتك وعلمتك الين تخرجت من الجامعه. انت ما قصرت في شيء يا الوالد. ومن اليوم ورايح لا تسالني حتى عن بيسه، انا ما بصرف عليك مثل الولد الصغير. انا بظل طول عمري ولدك المطيع يا ابوي. مساله انك تحترمني وتقدرني وتطيع اوامري فهذا واجبك، لكن لا تحلم اني بعطيك بيسه. خلاص انزين، ايش السالفه يا عبد الله؟ سكت انت يا شيخه. سليمان ولدي وما غريب، ومن اليوم ورايح ما اسمح لك تعطيه ولا بيسه، سواء كنت موجود او ما موجود. ترى والله العظيم يا شيخه، والله العظيم ما برضى عليش. وانت يا اصيله، انا عارف انه كان ياخذ منك فلوس، لكن من اليوم ورايح خلاص سوي مثل ما قلت لأمش، لا تعطيه ولا بيسه. هيو بس يا ابو، انا ما اجبرش على التصرف في راتبش، لانه هذا شقاش وتعبش ومن حقش انش تشتري وتوفري. لكن لو سمعت انش اعطيتيه بيسه في يوم من الايام لا تكلميني ولا اكلمش. ليش كل هذا يا الوالد؟ انا ايش سويت؟ انت انت ما مسوي شيء، انت مساكين بريء ما مسوي شيء، غير انك مسوي مثل هذاك اللي يقول من بيت الشاحة بيت الجاعدة، عمال بطال
لا شغله ولا مشغله، قاطع ايده علشان الناس تتصدق عليه. أقدر أقول لك مبروك عليك زيانة يا خالد. الله يبارك فيك يا ناصر. لكن إيش؟ لكن البنية عندها شروط ترى. شروط؟ هي نعم شروط. وإيش هي هذه الشروط؟ ومن متى عندنا البنت الشرط يا ولدي الله يهديك؟ يا عم جمع الشرع أمرنا بهذا الشيء. وهذاك أول زمان أول لما كانت البنية كذاك يزوجوها بدون ما يشاوروها. صحيح. واليوم الحمد لله الدنيا تنورت. والكل صار يفهم أمور الدين زين. أنا ما عندي مانع يا ناصر، ومثل ما قلت لك هذا الشيء من حق زيانة شرعا. تفضل يا ناصر قول شروطك. وش هي هذا الشروط يا ولدي؟ والله البنية باغة تكمل تعليمها، وبعدين بعد ما تخلص التعليم إن شاء الله تبغى تشتغل، لأنها تقول ما أبغى تضيع مجهودة في العلم كذاك ببلاش. أنا موافق يا ناصر، وبصراحة أنا أعتز بهذا الشيء كثير، لأن المكان اللي بتتخرج منه زيانة في واجبات كثيرة تجاه الإنسان. أنا ما عندي مانع يا ناصر. خلاص ما دام الرجال قال أنا موافق وموافق، عقب مو نقول إحنا مبروك يا أبو مبروك. الله يبارك فيك يا سيد. مبروك يا ولد أخوي مبروك. الله يبارك فيك يا عم. إن شاء الله مبروك يا خالد. الله يبارك فيك يا ناصر وعقبالك إن شاء الله. إن شاء الله يا مريم قدم زيانة بيكون خير عليكم. إن شاء الله يا أختي. والله بيوفقكم توفيق الخير. بناتش يا رحمة والنعم فيهم، ما يجي منهن إلا الخير، وكل الخير يا أختي. أحسنتي أحسنتي يا مريم. وانتي يا زيانة ترى ما وصيش على عمتش، هذه ما بس عمتش، هذه أمش، وخليها في عيونش. إيه ولا تنسي بعد إنه ما عندها في هذه الدنيا غير خالد. لا يا رحمة، هي اللي بتكون في عيوني، زيانة كما بنتي وأكثر، وإن شاء الله تعيش بيننا عزيزة ومكرمة وما ينقصها شيء. وإحنا يا أختي مستعدين من 100 لين 1000. والله يا خالتي الفلوس ما كل شيء في الدنيا. والنعم فيش يا بنتي، والنعم فيش يا أختي. يا مريم نحن ما نشوف الفلوس، نشوف الرجال. هي نعم، والإنسان أهم من كل شيء. أحسنتي يا بنتي أحسنتي، وتوعى دورش أنتي يا بنتي. الله يرزقش بولد الحلال ونفرح بيش عن قريب إن شاء الله. مالش يا حرمة، من يوم خالد خطب زيانة وأنت مثل الأفعى اللي مديوس على ذيلها. اسأل عمرك يا جمعة، خالد صار صاحب مصنع وعن قريب يتزوج، ونحن مثل ما نحن بعدنا في مكاننا. يا نصر الله يهديش الولد، والله سبحانه منعم عليه. لا تكوني حسودة، حرام عليش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. من يوم ما ضار الحلم رجعت اخيطك مين مرة ثانية. يقولوا لي قلبي ضعيف، والله لو كان قلبي من حجر كانت فتت. هجمت علي الهموم مثل موج البحر. فينك يا ولدي فينك يا ولدي، تزيل عني الهم والغم. فينك فينك، تعالي بحلم تعالي بحلم. بس لا تكذب علي وتقول لي أنا عيوني الأشياء العجوز جاية زيل الهم، مثل الروح على الجسد، ومثل البحر اللي يزور البر بالمد. تعالي بحلم تعالي بحلم. Thank you.
فاطمة من الصبح انتظرك. صدقين ضايع سدى عمرك سدى زهرة شبابك للردى من غير آمال تطرق على أبواب الكسل ويدوب صوتك في الصدى ضايع سدى عمرك سدى إذن وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ هي والله يا منيرة، سليمان أخوي وما يهون علي. أنا شايف إن والدك معاه حق يا أصيلة، هذا إحنا بنات نشتغل ونصرف على أنفسنا، فكيف أخوك المهندس اللي راضي لنفسه يكون عاطل عن العمل؟ والله يا منيرة صدقيني شجعته وشجعته وحاولت معاه إنه يقبل بالوظيفة اللي عرضوها عليه في الشركة، لكن إيش أسوي معاه؟ هو ما باغي يشتغل إلا في مكتب مرفه. سليمان هذا غريب، ما حد يطلع الفوق مرة واحدة. خلينا من هذا الكلام. على فكرة أنا تذكرت شيء وبغيت أقولش عليه. خير؟ سليمان كلمنا عنش. عني أنا؟ هي وعن من بعد؟ شافش وعجبتي؟ والله؟ يا سلام. منيرة سليمان يريدش ومعجب فيش، وأظن أنا لو أسعى له أنا وأبوي بمشروع الزواج هذا أكيد بيحس بالمسؤولية وبيشتغل. زواج من مين يا أصيلة؟ وأنا ما قصدت حد غيرش يا منيرة. إيش؟ أنا أتزوج سليمان العاطل الباطل؟ أشوفك زعلتي؟ لا يا أصيلة، ما كان هذا الأمل فيك أبدا وإنت صديقتي. أنا رخيصة بنظرك إلى هذا الحد؟ أنا آسفة يا منيرة، لا تفهميني غلط. اسمعيني يا أصيلة، إذا كان أخوك مريض فما أنا الدواء اللي تسقوه إياه حتى يشفى. Thank you.
تفضل. تفضل يا اللي دقيت الباب. تفضل يا اللي دقيت الباب. أنا مسجون وهذا سلطان. سلاما عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدي كلها صابون وانا ايدي كلها ريحة بصل. عموما وصلت في الوقت المناسب ومثل ما يقولوا حماتك بتحبك. لا شكرا انا تغديت. تغديت؟ لا 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 ما يصير تجينا في وقت الغداء تقول تغديت. يا جماعة انا تغديت في الفندق قبل ما اجيكم. طبعا يا عم اكل فنادق ما يخلى من معدتك. على كل حال انا جيت ازوركم حتى اشوفكم انتو كيف عايشين. تريد تشوف كيف عايشين؟ تفضل على المجلس وانا بغسل يدي وبجيكم. زين توكلنا على الله. تفضل تفضل. اقول خالد. هلا بخليفة. اقول سويتي ها؟ سويتها قبل سويتها هو تقصد؟ لا انا سمعت بصراحه سمعت انك خطبت زيانه اخت ناصره. والله شويه خطبنا كبيها. ايه والله نفرحت لك. عيار والله عيار والله فرحت لك. ولو اني كنت اتمنى انك تكون عديلي بصراحه. ايش؟ لا تتفاجئ لا تتفاجئ لا تتفاجئ ولا تستغرب. ما أعتقد أنها مفاجأة ولا غريبة. أنت طلعت من نصيبك زيانة. أنا الله يسلمك سبق أني خطبت أختها الصغيرة فاطمة. لكن الدنيا نصيب وكل واحد يأخذ نصيبه في الدنيا. أي والله يا خليفة صدقت. أقول خالد. قول. أنا تعثرت يا أخوي. كيف؟ إي والله تعثرت بس المال في يد الرجال مثل ما يقولوا. كلامك صحيح. عشان كذي أنا متضايق. إي والله متضايق لأني خسرت وخسرت كل اللي حيلتي بعد. فقلت خالد ما مثل غيره رجل طيب أصيل صديق وما أعتقد أن يتخلى عن صديقه. أبشر يا خليفة إذا كنت جاي تدور شغل في هالمصنع أنا حاضر ومستعد. أفا أفا يا خالد أفا أفا بس أنا مقامي عندك في هذا المستوى؟ أنا أشتغل على أهله؟ ولا أنت إيش بغى مني؟ خلود أنا بغنك تسلفني 100 ريال وإن شاء الله إن شاء الله ما يهمك برجعهم لك في وقت قريب. ومن هين سدد لي إياهم؟ من خياطة الكميم؟ ما أسد إنك تسببت مرض أمك بعد ما رهنت بيتكم. ما في حل قدامك يا خليفة إلا أنك تروح تقول لأمك يا أمي خيط كميم. خالد أنا ما جيتك تسمعني كلام يجرح. أنا قلت لك سلفني 100 ريال وبرجعهم لك. ولا أنت ما تثق فيني يعني؟ اسمعني يا خليفة أنا بصراحة ما أقدر أسلفك ما عندي. أفا يا خالد أفا. وبعدين أنا بصراحة ما أصدق أن ما عندك 100 ريال وأنت ما شاء الله تملك هالمصنع هذا. عندي والحمد لله لكن هذا الفلوس يا خليفة تشتغل في المصنع في ميزانية الشغل وأنا بصراحة ما أقدر أمد إيدي على فلوس الشغل. قول ما تبغى تعطيني 100 ريال ولا تجلس تدور على حجج. أنا آسف يا خليفة. خالد أنا جاي قاصد منك وعارف أنك أنت أطيب واحد بين الربع كلهم. أنا لو رحت عند ناصر اللي هو ناصر اللي كرهني وما يطيقني بيعطيني وما بيقصر. لكن ما أقول إلا الله يسامحك الله يسامحك.
اسف عمي، اسف، سامح يا سامح. لا ما عليه يا ولدي، ما عليه. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا عمي، تفضل. ايش في هذا الرجال طالع من عندك وغضبان وحالته حاله؟ بغى يطيحني برا يا ولدي. والله ما اقول لك يا عمي، هذا خليفه اصبح مزعج ومشاكله كثيره. عمي مالك سلامتك؟ انت تعبان؟ لا يا ولدي لا تعبان ولا شيء. يا عمي اذا كان محتاج لشيء او شيء قول، تفضل انا تحت امرك. ايه يا ولدي، مشكلتي زوجتي نصرة هذه الحرمة طول عمرها هلكتني وما عارف اشكي همي لمين. صدقني يا ولدي ما في يوم يمر علينا في البيت من غير ما نتهاوش انا وياها الين ما يرتفع عندي الضغط والسكري. يعني انت الحين عمي تعبان مريض؟ لا يا ولدي انا اخذت الدواء بس جيت عندك ابى اخذ اذن مغادرة، يعني ابى اترخص شوية. انا وبعدني يا عمي، مو هالكلام بتقول الله يهديك. يا عمي ترى والله ما يرد غير لسانك، اذا كنت محتاج اتفضل. رجع فلوسك يا خالد يا ولدي، انا ما محتاج فلوس، لو كنت محتاج فلوس كنت بطلبها منك من غير ما استحي. الله يعطيك العافيه يا عمي، ما علي، اعتبرهم هديه مني، تفضل. انت يا ولدي مخصص لي راتب المصنع اكثر عن غيري. يا ولدي مشكلتي ما في الفلوس، افهمني يا خالد. انا ما طفخت في حياتي من سنين، نصرة طول عمرها تسيء المعاملة معاي، وغلطتي من أول ما تزوجتها إني ما وضعت لها حد. زين يا عمي زين، لحظة لو سمحت. سالم لو سمحت ودي عمي بالسيارة البيت. تفضل يا عمي، سالم بيوديك بالسيارة. مشكور يا ولدي وما قصرت. يلا مع السلامة. حياك الله. السلام، اهلا خالد. ما لي دخل من وقتك يا سيف. لا بالعكس، انت اللي وقتك ثمين يا خالد. سيف يا اخوي، مر عندي خليفه ويبغى يستلف مني فلوس. اه واعطيته؟ لا 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 لا، لو اعطيته فلوس بيصرفهم في الدوار والصياعه يا سيف. المهم هو طلع من عندي زعلان ومعصب، وجلس يوصف لي بعض الاصدقاء بالشهامه والكرم، وأولهم صاحبنا ناصر. كل هذا اللي سواه علشان يستلف فلوس. معنى هذا أتوقع يجينا هنا ويطلبني فلوس. لا تستبعد هذا الشيء يا سيف، خليفة أصبح مزعج كثير ومشاكله ما تخلص. إحنا لازم نخبر الشباب إنهم ما يعطوه فلوس البر. يستاهل خليفة. للأسف يا سيف جالس يعالج خطأ بخطأ ثاني. هذا بدل ما يكد ويشتغل ويتعب جالس يتذلل لفلان وعلان. هذا غلط وأكبر غلط بصراحة. هذا الإنسان مجنون، كيف تدين هو ما قادر يسدد الدين الأولي؟ لو أعطيناه فلوس يا سيف بنشجعه على الاتكالية وبيجلس مثل ما هو، وإذا خليناه بيضطر يشتغل. أنا أوافقك في هذا الرأي يا خالد، أوافقك في هذا الرأي، وأنا بقول لكل الشباب إنه ما حد يعطي ولا بيسه. لا يا خالد لا، والزم حدودك زين، ولا تفتكر انك بتتكبر علينا لانه صار عندك مصنع وصارت عندك فلوس. يا حرمه يا حرمه، انت دورت شر. انا عمري ما تكبرت على حد يا خالتي نصره، بس ما معقول اسكت على اللي جالس يصير في بيت عمي وفي عمي نفسه. اسمعني اول، اسمعني زين، انا ما اسمح لك تتدخل في شيء ما يخصك، وبدل ما جاي وكمين بيسه في دينك جاي تفسد ما بيننا. خالد عمره ما قصر بحقنا. سمعيني يا خالتي نصرة، انت طول عمرك ظالمة هذا الانسان وما مخليتنه يرتاح في عيشته البر، وترى لازم توضعين نفسك حد.
لا تفتكري ان انا ما عندي خبر عن اللي كان يحصل. لا انا عندي خبر، لكن قلت يمكن الامور تتصلح مع الايام واشوف حالة عمي هذا المسكين تستاهل يوم بعد يوم. وترى اذا ما توضع لنفسك حد وتوضع لهذا السلوك والتصرفات اللي تسويهن، ترى والله من باكر بروح ادور له على حرمة وبزوجه على حسابي وببني له بيت على حسابي بعد وبعيش احسن عيشة. فهمتي؟ آسف يا خليفة، ما عندي فلوس. زين يا سيف، زين. على وين بتروح من وجهي يا بدر؟ اللي عندك حساب كبير. والله ضحكتني وانا ما ابغى اضحك يا خليفة. اسمع يا اخوي، حسابك معك، انا اللي اشتغلت معاك وانا اللي ما خذيت منك ولا بيسة ولا اللي كنت اصرف عليك في مسقط يا بدران، ولا نسيت؟ لا يا خليفة، عيب عيب يا خليفة هذا الكلام. في ذيك الايام كنا اصحاب انا وياك، لكن للأسف ويا خسارة ضيعت وقتي مع واحد مثلك. أنا ما فاضل لك الحين، أنا بروحي عندي مشاكلي، لكن والله يا بدران إلا يجي اليوم اللي خليك فيه تندم وتبكي بدل الدموع. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل، والشر عمره ما يدوم طال حبله او قصر، طال حبله او قصر. وانت يا ابن ادم تختار، تختار بين الدرب، ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هذه الحياة. ما عيب نسعى ونجتهد وما عيب نغلط أو نعيد، بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد. ما عيب نبدأ من الصفر، بالصبر يكبر كل صغير، من عود كان أصل الشجر وبالعزم كل طاير يطير. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين، هذه الحياة.